السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله صباحكم كل خير. اليوم هو 13 فبراير 2022، الموافق 12 رجب 1443، الساعة 10:15 صباحا. متوجهين البحرين إن شاء الله. السلام عليكم. بسم الله توكلنا على الله. توكلنا عليك يا الله. اليوم رايحين للبحرين وعندنا كثير من التعليقات على الجسر واللي سبق بلوغات علقنا على الجسر ومواضع الجسر وأماكن الجسر وإجراءات الدخول وإجراءات الخروج. هذا الجامع اللي في الجزيرة، في جزيرة جسر الملك فهد، مثل ما تشاهدون جامع جميل. هذا جامع جسر الملك فهد، وفي جامع أيضا آخر في الجهة الأخرى من جهة البحرين التابعة إلى مملكة البحرين. يعني المكان جميل، هنا في حدائق ممكن التنزه فيها والتجول فيها، وهذه المطاعم اللي في الجزيرة بعد مواقف هنا، اللي يبغى يجي يتجول هنا على الجسر في الحدائق اللي في الجسر، في مواقف هنا يقدر يجي ويدخل ويوقف ويتجول هنا في مطاعم وفي كافيهات وهناك على الشاطئ. نوقف الآن ونشوف ايش موجود في هذه الجزيرة. هذه التذكرة نحطها هنا على المشموم حتى يستطيع المفتش عن التذاكر ان يراها، وننزل نتجول على رجولنا شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هنا المطاعم ومقاهي والمسجد، صيدلية ميد، وأمور كثيرة هنا. وهنا خدمة العملاء، المؤسسة العامة لجسر الملك فهد. Thank you.
هذا طريق الجسر القادمون من البحرين. هذا الطريق تابع الشاحنات. وهذا الشاطئ أو المطل البحر من الجسر. كان في كراسي هنا وكان في جلسات، بس يبدو أنه تغير المكان، ممنوع صيد السمك، ممنوع السباحة، يمكن صار ناس تجي وتجلس ويصيدون سمك وكذا. هذا منظر الجسر من جزيرة الجوازات. هنا منطقة الدفع المواقف. فضلا مسح التذكرة ادخل النقود الورقية هنا. خمسة ريال وخمسة وسبعين. ايه والله كاش 500. ما عندك 500؟ ها الا طيب سهله جدا. طيب ايوه وامسح التذكره ادخل النقود الورقيه بس خلاص. كم يبغونها؟ ها مكتوب السعر 5 ريال 5 و 75 يوم 6 ريال. ضريبة وكونا من ويرجعونك وين حطوا؟ ويرجعونك الباقي بعد. طيب وين حط؟ هنا هنا فوق هنا هذا ها؟ آه. لا 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 اي اي صح النقود المعدنية. كم؟ كم؟ زين بعدين لا بس خلاص الظاهر هو نحط التذكرة نفسها برا خلاص. وين تذكرتي بس هذه؟ ايه لعوزة ها؟ اي والله لعوزة. اول اريح ما وقف دقيقتين بعد. انا مثلك والله. والله كريم. الحين يقول لك أمسحك. شكرا اتمنى لك يوما سعيدا. حياك الله اهلا وسهلا. تقول شكرا لك اتمنى لك يوما سعيدا وانا كذلك. هذه منطقة الجمارك البحرين جسر الملك فهد الجهة التابعة للسعودية. اليوم فاضية ما في زحام. الساعة 11:30. وهذه الجوازات هنا فاضية المكان اليوم. وهذا قسم تأمين السيارات. طبعا السيارة مسجلة عندهم من أول تبين على طول. اي نعم 17. زاد ريال اليوم. اي نعم. ليش؟ ما معك ريالين ابوي؟ ريالين؟ تقول لي ريال ونص. اي زاد ريال. ليش زاد ريال؟ من زمان زاد من بداية السنة. لا انا جيت قبل اسبوع يمكن 16. اي هو 17 انا اللي مأمن لك بعد. انت نفسك مبين عندك في السيستم؟ يمكن والله. انا بعمل لك واتذكرك بعد.
ما شاء الله، الله يعطيك الصحة والعافية، الله يبارك فيك. هالجاكيت، هذا جاكيت ولا شنو؟ جاكيت. هذا من الشركة؟ إيه. إيه ما شاء الله، والله معطيكم شيء حلو فاخر يعني. والله بعد مو بعجبنا. ها اي حقك في افخم بس ما تقول. لا والله حلو والله ما شاء الله زين. هو بس يعني بالعافيه عليكم ان شاء الله، ملبوس العافيه. لا والله جميل وقماشه حلو وكذا بس ها. اي والله. لا عملي. لا والله حلو وليه. حلو والله، الله يعطيك العافيه. لا خلنا ناخذكم لفة شوي الحديقة مالت الجزيرة. هذه الحديقة مالت الجزيرة هنا، هذا الحدائق اللي بالجسر هنا. هذا المبنى اللي نشوفه دائما من بعيد بس ما نوصل عنده. اعتقد يمكن منه طريق شاحنات او لا. والله شوف الدبلوماسيين منه وكذا، دبلوماسيين ومصرح لهم فقط. في طريق الدبلوماسيين منظر الجسر، منظر الجسر من جزيرة الجسر. هذا منظر الجسر مثل ما تشاهدونه، هناك جسر البحرين، أقصد المرتفع في الجسر واضح. وهذه الحدائق، الحدائق اللي على الجسر. دخلنا وهذا الخريطة مكان ما بنروح، مدينة زايد، مدينة زايد والبحرين. كم المسافة؟ 15 دقيقة. احنا لحد الآن تونا داخلين الجسر. اي نعم، هذا 15 دقيقة، يعني مسافة قريبة أصلا، 16 كيلو من الجسر إلى مدينة زايد، شارع الشيخ سلمان، 11 كيلو. وهذه البحرين، شواطئ البحرين من الجسر. هذه مدينة البحرين من الجسر. هذا البحر يلمع انعكاس الشمس. هذاك مجمع كامل، مجمع من الأبراج، جمع أبراج على البحر مباشرة، موقع استراتيجي أكيد بيكون جميل المكان هذا. هذه النقطة نهاية الجسر عند بوابات القادمون إلى الجسر من البحرين. هذه بوابة الدخول إلى جسر الملك فهد من البحرين. تستقبلنا هنا صورة أبو سلمان ملك البحرين، ملك حمد بن عيسى آل خليفة. وهذه أول البحرين من الجسر. على اليسار منطقة البديع، وعلى اليمين هنا سوق واقف وبعض المناطق
جهة اليمين احنا رايحين مدينة الشيخ زايد في البحرين. اول ما يقابلنا من المولات هذا المول، مول المملكة، اسمه مول المملكة، مبني على الطراز الاسلامي. مول المملكة لا أعلم حقيقة إذا كان اشتغل هذا المول ولا لسه. وبعدين يجينا هذا المجمع بعد مول المملكة، مجمع الأتريوم. الأتريوم وهنا في مزارع إلى مزرعة، أعتقد هي مزرعة بس مكانها غريب يعني على الطريق السريع هنا. هذا الشارع اسمه شارع الشيخ سلمان، شارع الشيخ سلمان، يعتبر جنوب البحرين. ودي إلى نادي الفروسية أعتقد، وحلبة السباق فراري اللي في البحرين، أعتقد أنها في هذه المناطق. وهذه مدينة زايد على اليمين، رايحين مدينة زايد على اليمين من هنا، مثل ما تقول لوحة مدينة زايد. وهذه حلبة البحرين الدولية على طول سيدة سترة وسند. اي نعم، حلبة البطولة. وهذه مدينة زايد البحرين. يعني في من الأخوان قال البحرين كلها يعني ما نشوف بحرينيين وكلها أبراج وكذا، وين أهل البحرين؟ هذه مناطق أهل البحرين، هذه بيوت أهل البحرين، فلل، وأعتقد أنها حكومية يعني توزع للمواطنين. هذا جامع جميل على الطريق هنا، و هذه مدينة زايد، هذه البيوت. طبعا اللي يسمع بيوت حكومة، حكومة طبعا تعطي المواطنين تبني، والمواطن يدفع قيمة البيت بالأقساط، يعني الحكومة ما تأخذ فوائد من المواطنين، لهم عملية تسهل لهم تأمن لهم البيت وكذا، وتأخذ تغتص نسبة بسيطة من الراتب. لكن أنا حقيقة نظام البحرين ما أعرفه يعني. لكن المدينة هنا مدينة جميلة، مدينة زايد، بيوتها جميلة على الطراز الإسلامي، والوانها جميلة فاتحة وريحة للنفس متناسقة. اين الالوان؟ عجبتني واجد صراحة، يعني كلها اخضر فاتح، وردي فاتح، رمادي فاتح، مثل ما تشاهدون يعني. هذا لون بيج، مدينة جميلة. هذا اللي يسأل وين البحرينيين وبيوت البحرينيين، هذه
أحياء كثيرة، لكن الناس دائما يعني يروحون للمناطق للتسوق وللسياحة، ما فيها يعني أحياء سكنية لأبناء البلد. تقريبا وصلت أنا للبيت اللي أبغاه، شوفوا الألوان كيف البيوت. جميل. هذه مدينة زايد. سخانات. الفلوس البحريني اللي ما شاف الفلوس البحريني، هذه 20 دينار بحريني، 20 دينار بحريني تعادل 200 ريال. نعم، هذه 20 دينار بحريني، وهذا الدينار البحريني. صوت الهواء مؤثر علينا. وهذا نصف دينار بحريني. الدينار يعادل 10 ريال. والفلوس السعودي والبحريني في البحرين يعني ما شاء الله تبارك الله. صوت البلبل خلاني أسكت. فلوس السعودي والبحرين في البحرين ماشي، يعني تدفع سعودي أو تدفع بحريني كل واحد. البلد الوحيد يعني في العالم اللي فيها العملة السعودية تقبل في كل مكان، في فندق، في سوق، في أي مكان، وذلك لكثرة السعوديين. يعني عادي يعني حتى ما يحتاج انه يروح يصرفها، يحولها الى بحريني، لانه ياخذ سعودي ويرجع الباقي سعودي، لان السعوديين يجون واجد البحرين. عملة متداولة في البحرين الريال السعودي. وطلعت من مدينة زايد ورايح الى مدينة حمد، مسافة تقريبا 9 كيلو، 12 دقيقة. وهذا الدوار مكتوب عليه الرفاع. يعني منطقة الرفاع أو اسم الدوار الرفاع. طبعا في الرفاع في البحرين، منطقة الرفاع، في الرفاع الغربي والرفاع الشرقي. هذا شارع ولي العهد. شارع ولي العهد في البحرين. اسم الشارع شارع ولي العهد. وهذا مجمع المؤسسة الاستهلاكية والاقتصادية العسكرية. كنا سوق تابع خاص بالعسكريين، القطاع العسكري. مجمع مبنى ضخم، ما ادري ايش المبنى هذا، مستشفى. المستشفى العسكري ما شاء الله.
مبنى جميل المستشفى العسكري. صار كذا مدينة حمد ويمين المنامة. البحرين مدينة حمد الزلات. أنا بروح مدينة حمد. مدينة حمد يمين. وهذه أعتقد مدينة حمد. دوار ستة. دوار سبعة وهذا الأخ زايد من أهل البحرين مدينة حمد ما قصر قال لي جيت البحرين يوتيوبر هو بعد وبحط لكم إن شاء الله حسابه رابط حسابه إن شاء الله مصور مقاطع البحرين وكذا ومناطق البحرين والشوارع بالبحرين يشوف شوارع البحرين في حسابه إن شاء الله حط لكم رابط حسابه. الله أكبر الله أكبر. أذان الظهر. أذان الظهر مدينة حمد البحرين. أذان الظهر اليوم 13 فبراير 2022. الله أكبر الله أكبر. زايد زايد من أهل البحرين مدينة حمد اليوم حنا في ضيافته وما قصر الرجال الله يعطيه الصحة والعافية. تسلم الله يبارك فيك والله يسلمك. اي نعم ان شاء الله نبي نطلع انا وياه ان شاء الله جولة نروح البحرين نصور البحرين ونشوف البحرين ومناطق البحرين أسواق البحرين حسب تيسير ربي حسب ما يصادفنا. أي لا والله كريم إن شاء الله.
هذه قناة الأخ زايد أبو صقر مناطق البحرين اللي بيتجول في شوارع البحرين. هذه قناة أبو صقر والرابط عندكم موجود تحت كل شوارع البحرين. هذا مثل ما تشاهدون جولة في قرية عسكر، جولة في الجفير، جولة في الحور البحرين، حورة حورة حول شارع المعارض هناك وسط البحرين. قفلت على المفاتيح بالسيارة، والله المستعان. قاعد احاول ادخل السلك ما لا مدخل، يمكن من فوق. نسيتها داخل السيارة، والله المستعان. هذا السيم وصل عند الجدة، بس شلون الحين؟ ايوه مخدات هوائية. نفس عملية جهاز الضغط. أي بارك الله. الله يعطيك العافية. حسابك كم الله يعافيك؟ خلاص صحيح والله. الله يعطيك الصحة والعافية، الله يجزاك بالخير ويرحم والديك. ما قصرت. اليوم إن شاء الله أبى أصور وأنا مرتاح. الأخ أبو صقر إن شاء الله بيتجول فينا في البحرين ونصير نصور براحتنا. والله كريم إن شاء الله. الأخ أبو صقر حياك الله يا أبو صقر. حياك وسلمك. قبل اسمه أي هذه مدينة حمد. كم سنة لها تقريبا المدينة هذه؟ في الثمانين ثمانينات؟ في الثمانينات يعني 40 سنة تقريبا. مدينة زايد؟ لا مدينة زايد أحدث من زايد أحدث. حكومة نظام حكومة ها بيت حكومة. مدينة الزايد سواها الشيخ زايد. الشيخ زايد؟ اي نعم. اي ما شاء الله. الشيخ زايد هو اللي سواها. اي. هذه مقبرة أثرية. اي. هذه يعني تقريبا قبل الإسلام. هذه المقبرة؟ اي نعم. ما شاء الله. هذه قبل الإسلام إذا تبي تصورها كاملة. اي. تروح لها لازم مني. المقبرة هذه من هني من مدينة حمد يعني لين منطقة عالي. اي. اللي هي رحت لها أنت اللي فيها مدينة الزايد. اي نعم. هذه المنطقه دي هذه كلها مقبره، هذه تعتبر اكبر مقبره اثريه في العالم. ما شاء الله. في العالم. ما شاء الله. اي نعم. شو اسمها المقبره هذه؟ هذه مو يعني اسم، بس هي مقبره تبع الله يسلمك ايام الديلمون. ديلمون. اي من اثر ديلمون. ديلمون. اي. يعني البحرين لها عده اسامي، كانت لها ديلمون وتايلوس. كان اسمها البحرين. اي نعم كان اسم البحرين اول تايلوس. اي. وارادوس. اي. اوال. كل هذه كانت اسامي البحرين؟ اي كلها اسامي البحرين هذه.
القديمة قبل لا تسمى البحرين كانت أسامي هذه تايلوس أرادوس أوال ناشا هاي المقبرة هذه كلها كلها مقبرة الحين هذه كثبان رمل ولا قبر؟ نعم هاي كلها قبور هذه قبور كذا؟ نعم كلها قبور شلون ليش كذا يعني قبور كذا؟ ايه هذه اذا بتجرب تجرب تشوف قدام من قدام تصور على هذا يعني بس هذا مثل تقريبا الرمل كامل يعني اي هذه لان اذا انحفر تشوف نوع مسمين نوع البنيان داخل اي داخل القبر ايه ومحولين الميت بدون يعني ما يعني اسمه مثل ما تقول نوع التابوت مسوينه داخل ايه مثل القرفة يعني داخل ايوه كده. نعم نعم نعم. مثل الفراعنة كذا مسويها؟ اي نعم وهذه وفي الله يسلمك موجودة بعض الأغراض ماله ايه هنا يقول لك يمنع التعدي دخول هذا الموقع الأثري لأخذ الرمال أو الآثار أو رمي المخلفات ما شاء الله جميل جدا وهذاك الجامع الاخضر وش الجامع الاخضر اللي هناك؟ هذه تبع الله يسلمك اللي تعرف في البحرين هناك طائفتين. ايه. طائفه سنيه وطائفه شيعيه. ايه. هاي تبع الطائفه الشيعيه. ايه. جامع تابع للطائفه الشيعيه. ايه. كلها هذه مقبره. ايه وانت ماشي معك. ماشي بس انا مستغرب يعني القبور اصغر من كذا وهذه في اكبر في إيه؟ في في قبور قد شو اقول لك يمكن تقريبا يمكن 10 امتار كذا رفع اي نعم وبعد رفع هذه قبور رؤساء يعني يحتمل اعتقد وهذه موجوده مو موجوده هنا موجوده في عالي كبار القبور الكبيره موجوده في منطقه عالي أكبر مقبرة في العالم تعتبر هذه؟ إيه تعتبر نعم أكبر مقبرة أثرية. أثرية. إيه أكبر مقبرة أثرية. سبق فتحة يعني وفيها إيه. آثار وكذا. إيه نعم إيه نعم إيه نعم في المتحف موجود في المتحف الموجود يرويك شلون فتح القبر ويرويك شلون داخل هذا الميت. إيه. شوف شلون. وهذه المدينة وش هي المدينة؟ هاي كلها مدينة حمل. هاي كلها تابعة لمدينة حمل. ما شاء الله هذا السوق بالشارع هنا. إيه مسوين نوع أساس ما يبيع الشارع. إيه ما شاء الله. أرخص من المحلات. إيه أكيد ماكو أجار هنا وكذا. ما أجار ولا شيء. إيه لا. يخلون هذه ودي. شوف هاي قبر عود شوف كبير. إيه هذا إيه. هذا كله تابع للمقبرة إيه الحين. هاي المقبرة نعم. شوف القبر ما شاء الله كبيره تعتبر كل القبر شلون ما شاء الله وهذا اللي سلك المقبره مسجله في هذه في اليونسكو اي ما شاء الله تبع الاثار ما شاء الله مسجد بصلي بصلي ترى العصر اي كان صلي العصر اي نعم اي انا الى انا وصل العصر جمعت الظهر بالعصر اي ما شاء الله لازم مسافر يجمع نعم حق يجمع هذه مسجد كانو مسجد كانو اي نعم احمد كانو اي هذه ما شاء الله احمد كانو هذه مسوي يعني في كل منطقه تحصل ما شاء الله مسوي مساجد ما شاء الله اي ما شاء الله قاعة احمد علي كانو إيه المناسبات هذه قاعة احمد علي كانو المناسبات وهذا جامع احمد علي كانو الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر لا إله إلا الله
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. تقبل الله مصدق إنكم من صالح الأعمال إن شاء الله. آمين. أي نعم. شفت المنازل الحين هاي اللي نتحمل. إيه. هذه كانت كلها مقبرة ترى. هذه كلها. ترى هاي البيوت تحت كانت مقابر شلوهم. إيه. هي شلو المقابر هذه ومثل ما أقول لك إن أكبر مقبرة تاريخية. نعم. إيه فشلوا أزالوا هذه البيوت وبنوا عليهم هذه. إيه. المنازل هاي شلوا المقابر. هذه كانت المنطقة كلها مقابر. لا كلها مقبرة. هذه منطقة حمد بعد الحين إحنا منطقة حمد. هاي إيه نعم لين عالي. مدينة حمد. منطقة عالي. هذه كلها مقابر. إيه. كلها مقابر. شوف عكوا تبع لها. شوف المقابر. أكمل. إيه إيه. كلها تبع ديش مقبرة ها؟ اللي رويتك إياها. أقول لك عودة أكبر مقبرة تاريخ. هذا السوق. شوف الخدمات سوق واقف. هذا سوق واقف. سموه سوق واقف. أي. سوق واقف معلوم معروف. سوق واقف في قطر وسوق واقف في آي سوق سوق واقف في البحرين وسوق واقف في العراق بعد. ما شاء الله. في الكويت قديما في العراق هذه. أي. كان هاي سوق واقف كان في. اسمه في العراق يعني في العراق لا اعتقد تاريخيا هذا في كانوا يقفون في اسمه الشعراء ما شعراء في السوق ايه والادباء كانوا يقطون في الاشعار هم ودي في اعتقد على ما اظن المعلومه كذا ما اذا ما خلفني يعني اسمه يعني ما خلتني الذاكره على ما اعتقد كذا هذا كله السوق واقف ايه هاي كله السوق في الليل هني ما تقدر تجي بسيارة تمشي زحمة 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 بطريقة شو أقول لك فظيعة على ما يقول لك اسمه الداخل مفقود والخارج مولود يعني شو تميز في السوق هنا عشان يكون زحمة زحمة المطاعم والملابس ويعني كل شيء موجود هنا اي ماشي كل شيء موجود هنا ماشي حتى اسمه حتى الجراجات جراجات سيارات اي جراجات سيارات نعم جراجات سيارات اسمه الادوات الصحيه كل شيء كل شيء يعني كل شيء موجود كل شيء يطلع على بالك موجود هذا باص ادوات البناء اي نعم البنوك البنوك اي نعم موجود هنا فكل شيء موجود هذا اول سوق واقف احنا باول سوق واقف اي نعم هذا على الشارع العام الشارع لا عمارة تعتبر داخل مدينة حمد تبع مدينة حمد هذا اي هذه الله يسلمك سوق الخضرة سوق الخضرة بسوق واقف سوق الخضرة هذا الخضرة هذا داخل كله خضروات هذا الخضروات خضروات والشيبس ما تشيبس والاشياء هذه كل شيء موجود هنا هالمحلات اي نعم هالمحلات كلها داخل الشبرة هذه كلها تبع هذه
شايف الليل تحصل هنا ما شاء الله حركة زحمة زحمة ما شاء الله. حتى في الليل يعني أنا أقول لك البيت روح سباق ولا بيت كذي تضير تقبل شو الدنيا شلون؟ يعني إذا البيت يبون شيء من سباقه ايه تضير تقول هل شو الدنيا من الزحمة ايش طلعنا وشو هذه بوابة مدينة حمد؟ اي نعم هاي البوابة هاي بوابة مدينة حمد ها؟ من المدخل هذا؟ اي نعم هاي المدخل هذا مدخل مدينة حمد بوابة مدينة حمد شوفوا هنا هناك هي المقبرة شوفوا ترى اللون هناك الصوب مدينة الصوب الثاني اي شوف هو الجهد إيش اللي أنت رحت له مساعة؟ إيه نعم. لا هذا بروحه ترى من عزل وايد مسافة بينه وايد مسافة تقريبا دي. والله كبيرة. إيه تقريبا 3 كيلو 4 كيلو. إيه نعم. شوف وصل هناك شوف. جهد ثاني. إيه هناك. إيه هاي المقابر. ذاك الصوب. إيه. وهذه هني الله يسلمك كل شيء بقول الوقت ال اسمه صراع الفخار من فخار. إيه. هذه هني بقول الزراعة. هاي صناعة الفخار هاي سوق الفخار هاي هاي صناعة الفخار وما الفخار اي نعم انا سبق وجيت يعني بيته يعني ترى كان انا من جيت كان اصغر من كذا السوق اشوف اي نعم اشوفه ما شاء الله توسع الحين المسار اكبر تحف وصار كراسي وامور كثيره صارت كل شيء وهذا الدوار شنو الدوار هذا قدامنا؟ هذه الدوار تبع العباره حق اللي يوجه حق مدينه حمد ايه يوجه حق الزلاق ايه رفاع اي نعم هذه يوجه الدوار كله صناعه الفخار هذا ما شاء الله كلها هذه امتداد المقبرة. اي كلها امتداد لها. هذه المقبرة. يمين ويسار ها؟ من الصوبين. ايه من الصوبين. كلها. هذه أكثر من 3 كيلو يعني. ايه أقول لك كبيرة. مساحة كبيرة والله. من عهد تيمون. اي نعم. دلمون يعني على الحالة هذه إيه. تقريبا نص البحرين كانت مقبرة اي نعم هذه اكياكو اي نعم اللي عندكم هناك مقبرة كبيرة هذه يعني من وين مدينة حمد هذه منطقة شو اسمها؟ ليه منطقة عالية؟ ليه منطقة عالية؟ لا هني انتهت خلاص هني ما في هني ماكو شيء اي لا بس مساحة كبيرة هذه فوق 10 كيلو 15 كيلو اي نعم هذه مدينة البحرين وابراج البحرين هذا الطريق شو اسمه؟ هذه شارع الشيخ عيسى. الشيخ عيسى. يعتبر من أكبر الشوارع بالبحرين، هذا امتداد جسر الملك فهد. إي نعم، امتداد حديث. ودي حديث. هذه عين عذاري ها؟ إي نعم، هذه عين هذه حديقة عين عذاري وهذه المنطقة شو اسمها؟ هذه المنطقة الله يسلمك اسمها توبلي توبلي نعم هذه بعد تبع عذاري عين عذاري ها؟ نعم كلها تبع عذاري كنا شوي بدأت تتحرك الزحمة شوي السيارات. نعم شوي شوي لا يصير زحمة.
سترة ميناء خليفة بن سلمان. وهذه المنطقة شو اسمها أبو صدر؟ هذه المنطقة اللي سلمت هذه هاي سقية، هاي المنطقة سقية. 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 أيوة. هذه المنطقة سقية. وهذه المنطقة اللي قدام شوي إحنا بنوصل لها هذه منطقة أم الحصن. أم الحصن. أي. هذه المنطقة اللي وراها هي سقية. هذه المنطقة دي هاي كلها دي أم الحصن. أم الحصن. أي. أم الحصن. المنطقة؟ جزيرة بجوار. اي جزيرة شو اسمها هذه؟ هذه اسمها جزيرة نبيه صالح. نبيه صالح؟ اي نبيه. نبيه؟ اي نبيه صالح. نبيه صالح؟ اي نبيه صالح. ايش يطلع نبيه صالح؟ هذه واحد من علماء البحرين. اي ما شاء الله. سمينا الجزيرة على اسمه. على اسمه. جزيرة نبيه صالح. فيها جسر حق يوجه. اي نعم هذا طريقها منه حق يوجه حق مرسى البحرين حق الجزيره على طريق الشيخ سلمان. اي نعم ميناء سلمان. ميناء خليفه. ميناء خليفه بالسلمان. اي نعم هاي جسر يوجه حق الجزيره. هذا جسر يوجه حق الجزيره. جزيره شوف ورايح الجسر اللي يودي جزيرة نبيه صالح. هذه البطاقة كلها تابعة للحد. اي كلها تابعة للحد. بعد جديد. كلها عماير. اي نعم. توقع تصير كلها. كلها شقق. شقق اي نعم كلها عماير شقق. واضحة. وهذا البحر. هذا كي اللي نودي لك ميناء الشخلي. وهذه إشارة أكثر إشارة عندها زحمة. هذه أول ما صار الشارع. منطقة دلمونية. لا منطقة حلوة هذه منطقة جميلة. شلون يسوونها؟ أي نعم دلمونية. دلمونية. نعم. يسوونها دلمونية. هذه منطقة حلوة دلمونية. هي شلون هذا الجامع شو اسمه؟ الجامع. هذا الجامع الزياني. الزياني. اي نعم. الزياني من العوائل الكبيرة في العوائل الكبيرة نعم. ولها امتداد في السعودية بعد نعم. اي نعم في كان عندنا المدرب خليل الزياني. خليل الزياني. اي نعم. اي نعم صحيح. عهده من اجمل عهد كرة القدم خليل الزياني. اي نعم صحيح. جامع الزياني. وهذه منطقة أمواج. هذه منطقة أمواج. منطقة أمواج منطقة حديثة جميلة منظمة منطقة حديثة لا يتجاوز عمرها 5 سنوات. جزر أمواج. وهذا مدخل جزر أمواج البوابة. هذا الشاطئ في مدينة أمواج. شاطئ جميل وممشى جميل. وهذا الطريق المؤدي إلى مدينة أمواج.
هذا الشاطئ الجميل. هذه كلها المنطقة أمواج. إيه. هذا شنو فندق ولا؟ لا هذه كلها بيوت حق في أجارات وفي شراء. تقدر تشتري بيت. تشتري بيت هنا في المكان. إيه نعم في المكان هذا. تقدر تأجر. منطقة سكنية تجارية. هذه المنطقة كلها بيوت للبيع ها؟ إيه. ما شاء الله. منطقة راقية. إيه لا منطقة راقية. اي ما شاء الله هذه منطقة أمواج. موجودين. اي ما شاء الله. هذه منطقة أمواج. يعني المنطقة كلها بيوت البيع يعني؟ كلها البيع. كل اللي بيشتري له بيت بهالمنطقة موجود يعني؟ اي نعم. منطقة أمواج. وأسعار البيوت فيها على كم؟ والله في بعضها يعني يعتمد على شكل البيت ويعتمد على أعداد الغرف الموجودة فيه. ايه. يعتمد. بس أنا سمعت إن أسعارهم غالية. تقريباً. إيه. يعني تقريباً كذي شو أقول لك؟ في على ال يعني 200,000. 200,000 دينار. إيه نعم 200,000 250,000.
في بعد اعتقد موجود على 150 الف كذي موجودين بعد 200 الف يعني سعر معقول مو غالي يعني ايه هذه هذا سعر بيت عادي عندنا 200 الف هاي العاديه هاي البيوت العاديه انا مقصد البيوت بعد يعني الراقي العادي وذيلها في العاديه هي يعني هي سعرها 200 الف في 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 يوم على 300 في يوم على 500 الف اي نعم هذه في يوم على 500 الف 200 الف دينار يعني تعادل 2 مليون ريال سعودي اي يبغى يشتري له فيلا هنا في البحرين هذه المنطقة كلها يقول فيلا للبيع في الفيلا لا توصل توصل الفيلا العدل يعني توصل على 500 ألف توصل 500 ألف اللي يتملك له بيت وكذا هاي منطقة أمواج من أرقى المناطق في البحرين منطقة راقية جدا وفيها مجمع أمواج من أجمل المولات في البحرين مول أمواج كله جلسات على البحر ومقاهي وهذا اسمه من أرقى الأماكن هنا في البحرين مول أمواج هو عبارة عن جزيرة يعني عبارة عن جزيرة مثل ما تشاهدون وحوالينها مطاعم ومقاهي وجلسات حلوة ممتدة على طول البحر من دخول المواقف اي والطريق حلزوني طريق حلزوني المواقف اي بس قدام شوي هناك دخلنا كلها مطاعم وجلسات السلام ان شاء الله هذا أحد المطاعم مطعم جميل إلى التنين
السوق الصيني. ليش سموه التنين؟ على الاسم. الصينيين شعارهم التنين يعني. ومناسباتهم يحطون التنين، فرمز الصين التنين. مثل رمز أمريكا النسر. صح. أي نعم، ورمز العرب الصقر والخيل. وهذا الحلزوني. حلزوني لما نطلع برا. هذه شو اسمها المنطقة أبو صقر؟ كلها ديار حرب. هذه مدينة ايه؟ التنين. لا أم العاطف. هذا مكتوب مدينة التنين. إيه مدينة التنين هي صار عليها بس هاي مو هي ديار محرق هي. إيه سوق ايه؟ سوق البراحة. إيه هاي سوق البراحة. سوق البراحة. ايه نعم. سوق البراحة بمدينة التنين. ايه؟ أو مدينة التنين أمامنا مباشرة. ديار محرق. ديار محرق. ديار محرق اسمها ديار محرق. هذه المنطقة اسمها ديار محرق. هذه المنطقة اسمها ديار محرق. منطقة جديدة مضبوط؟ اي نعم منطقة جديدة. كلها المباني فيها جديدة والأسواق فيها جديدة وفيها مدينة التنين السوق الصيني. احنا الآن رايحين إلى مدينة التنين. احنا رايحين السوق البراحة. سوق البراحة ولا سوق الصيني؟ لا سوق البراحة. البراحة؟ اي نعم. سوق البراحة. رايحين الان سوق البراحة اللي عبرنا عليه الشارع قبل شوي. هذا سوق البراحة. هذا سوق البراحة. ما شاء الله انا اول مرة اجي هذا سوق البراحة. هذا سوق البراحة. مبني على التراث القديم على الدكاكين يشابه محلات سوق واقف بقطر بس هذه أحدث حديثة جديدة. هذه من المحلات اللي في سوق البراحة يبيع سفر. السلام عليكم. كل شغلكم سعف النخل من التراث؟ ما شاء الله. صناعة السلال أبو هلال. يعطيك العافية. وهذا هني صناعة الفخار. محل صناعة الفخار. ما شاء الله تبارك الله. وهذا رقم 390-3419. كله شغل فخار محترم. شيء مرتب. هذا يسمونه هذا حب 16 دينار ينفع للحوش تحطه وشرب ماي بارد. ما شاء الله. وهذا جميل 35 دينار حب على شكل ترمس. هذه مبخرة ملابس ها؟ أيه. تحط المبخرة تحت؟ تعلق الثياب. تعلق الثياب عليها الملابس. على كم سعرها؟ 20. 20؟ في
18. وهذه كتابة أسامي. كتابة أسامي خشب. وهذه الطاولة بكم هذه؟ هذه 70 دينار. 70؟ 70 دينار. السوق ترى جديد توه يعني. إيه توه جديد. اللي بيأجر محلات هنا في السوق. مجاور لسوق التنين، السوق الصيني. مستقبل قدامه يعني السوق. نفس السوق الصيني. هاي محل دراعات. محل دراعات نسائية. هلا فيك الله يعطيك العافية. هذا رقم تليفونكم؟ تابعنا على انستغرام. انستغرام ها؟ حطه هنا قدام الشاشة الله يعافيك. ايوه بارك الله فيك. جلابات نسائية. هذه جلابيات ولا دراعات ولا جلابيات نسائية مصرية؟ اي ما شاء الله. وهذا محل الشمالي، مصنع الشمالي، فاتح فرع هنا. هذا تابع الشمالي الكويت؟ نعم. فرع هنا محل الشمالي. هذا كم الرهش العلبة؟ هذه 3.5. هذا بسكوت كم هذا؟ هذا بسكوت علبة. هذا هذه 8 دينار. 8 دينار. بسكوت قابل رحش. هذه بسكوت بات 4 دينار. 4 دينار. ايه هذه ما في. هذا بسكوت بالرهش 4.5. بسكوت بالرهش مثل العلبة هذه ما في؟ لا بسكوت رهش هذه في. ايه بس هاي علبة كبير 8 دينار. وهذا شنو؟ هذه 50 فورس. اي ما شاء الله. مجمع جديد، كثير من المحلات لسه ما اشتغلت. كل الشركات هنا موجودة. جنيد العطور، أصغر علي، كلهم ماسكين محلات في هذا المجمع. نعم. اتوقع المكان الفاضي هذا ايه راح يجي له وقت ايه ما تحصل في مكان تجلس. صحيح. نعم بس ابي اقول فيها كورونا. اي نعم كان جميل. هذا سوق البراحة من الخارج، سوق جديد وله مستقبل ان شاء الله. بسم الله. وهذا جامع سوق البراح. جامع ابيض جميل على الشارع. نعم وقت صلاة المغرب الحين يأذن دقائق ويأذن. هذه مدينة التنين بالطراز الصيني، والتنين في كل مكان في مدينة التنين. مين نعم.
والمنطقة كلها جميلة وكلها بيوت تمليك، اللي بيشتري له فيلا في المنطقة هذه كلها بيوت. هذه اللوحة مكتوب مدينة التنين، مدينة التنين، مدينة التنين، السوق الصيني، والبطارية على آخر والذاكرة على آخر، إنه يحظنا. هذه الرسومات الصينية كأنك في الصين. هذا الجزء جديد في أذن المغرب. تايلاندي، السوق التايلاندي. هذا السوق التايلاندي؟ نعم. ما شاء الله، هذا السوق التايلاندي أبو صقر يقول. السوق التايلندي مقابل السوق الصيني، اجتمع التايلندي والصيني، شرق آسيا كلهم اجتمعوا هنا. والأذان تركي. اي نعم، هذا المقام الأذان تركي. اي نعم. هذه مدينة التنين، جميع المنتجات الصينية بالسوق هذا، والبياعين صينيين، والسوق كله صيني. وهذه مدينة التنين. يعطيك العافية أبو صقر، ما قصرت، تعبت معانا اليوم، جولتنا في البحرين، ومشكورين، جزاك الله خير، والله يكرمك، ما قصرت، ما من قصور، الله يعطيك الصحة والعافية، والله يبيض وجهك. هذا سوف ندور على الكمامة، وكمامة لابسها، شوف قاعد ادور على الكمامة وكمامة لابسها أنا. هذا سوق التنين. هذا سوق التنين، سوق الصيني، كل ما يخطر على بالك موجود بهذا السوق، من أدوات بناء إلى مفارش، أجهزة كهربائية، تحف، شغلات جميلة حلوة، كل ما يخطر على بالك موجود بإدارة صينية. اللي ما سمع اللغة الصينية اسمعها، اللي ما سمع اللغة الصينية يسمعها في هذا المجمع، سوق التنين. لأننا بناخذ جولة سريعة يعني بس كذا لمعرفة سوق التنين، ما راح نتعمق واجد. يقول ارفع الكمامة. جميع الاختراعات الصينية موجودة. مدينة، مدينة كاملة السوق هذا. هذا تعال شوف هنا، هلو، تشاينا، تشاينا، صيني أصلي، هذا صيني أصلي.
هذه شغلات باور بانك، اشياء غريبة جميلة، الكيبل اللي تبغى، ايفون واندرويد، اشكال والوان. ستاندات اشكال والوان. مكان ما رحت لاحقني، ايه تابعني. وين تبي تروحين؟ اها. How much is one watch؟ 30؟ 20 دينار. This one؟ 21. China؟ كله China. ايه ما شاء الله. والله الجودة موجودة جيدة يعني. نعم، أنواع بخور، أنواع البخور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكلنا عليك يا الله. مشينا إلى هنا، خلاص نستكفي اليوم إن شاء الله بهذا التصوير عن مملكة البحرين وبعض مناطق مملكة البحرين وأسواق البحرين. ما تساعدنا الذاكرة للتصوير أكثر من اللي صورنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عادل يامي. يلا يلا. توقع منه، منه الباب، منه ومنه. الجامع شوف الجديد هذا، المياه الكترونية والمواد الكترونية مغاسل. شيء مرتب، مواضي، شيء من أبدع ما يكون. أيوة، بسم الله. هذا جامع سوق البراحة ما شاء الله. يا الله يا كريم. بسم الله، اللهم افتح لي باب رحمتك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عليكم السلام. لا لا عادي، ما في مشكلة. الله يسلمك. الليلة 13 رجب 1443 هجري. كل عام أنتم بخير. ما يجرب؟ لا هذه ما، بس واحد بطلها. كم هذه؟ 4 دينار 400. ايه هذاك 6 دينار 600. ايه شو الفرق؟ هاي ملكية، هاي اسمها دايري داخل جوس لوس. ايه شوف هاي، ايه ما شاء الله. طيب بعد ما اكلت عادي يعني. نفس هذه ما في؟ جرب جرب زي هذه ما في؟ لا هذه 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 طلع 4 منها.
هذا جوز ولوز وهذا شنو؟ اي في صفران بستك بندق في صنوبر في شايف اكين اثنين هذا سنين هذا نجيب متاي ان شاء الله متاي واحد حار واحد بارد ما في قهوة؟ لا لا ما في حار جديد جديد حار ما في حار في حار في شو بعد واحد حار ما في كبير حار لا كبير حار تفاح كنا فواكه مجففة ليش إن شاء الله هنا هذه إيران هذه.